أخبار اليوم. في ديسمبر من عام 2013. واستعرض محلب تقريرا حول الانتهاء من المرحلتين الاولى والثانيه من عمل الدعم والترميم لمبنى المديريه. وكلف شركه المقاولين العرب بسرعه الانتهاء من المرحله الثالثه للمشروع الذي تقوم بتنفيذه وافتتاحه واعاده تشغيله في احتفالات 6 أكتوبر المقبل. كما تفقد رئيس الوزراء يرافقه وزراء التخطيط والاسكان والصحه والري والزراعه ومحافظ الدقهليه مبنى المسرح الملكي الاثري المسرح القومي المجاور لمديريه الامن والذي تضرر بصوره كبيره خلال تفجير مبنى مديريه امن الدقهليه، حيث كلف محلب وزير الاسكان والثقافه باعاده بناء المبنى بعد ان اثبتت التقارير الهندسيه استحاله ترميمه، مشددا على ضرورة الحفاظ على الواجهة الأثرية للمبنى. هذه الفعاليات هي زيارة رئيس الوزراء والتفقد لمصنع كبير لإعادة تصميم القمامة إلى كفاءة طاقة إنتاجية لهذا المصنع قبل 1200 طن يوميا من المخلفات والتي يتم الاستفادة منها بشكل كامل وإعادة تدويرها، وهو ما يفتح طاقة استيعابية جديدة للأنشطة الخاصة بإعادة تدوير المخلفات والقمامة. بعدها يتوجه رئيس الوزراء في كوبري صندوق، وهو أحد الجداري الهامة التي تربط منطقة وسط محافظة الطبانية وخاصة مدينة المنصورة. كان لنا لقاء مع رئيس الوزراء في هذه النقطة بالتحديد، تحدث فيها عن آثار جولته وأنه جاء ليستمع إلى شكاوى المواطنين في محافظة الطبانية، وأكد كذلك أنه لابد توقف كافة المسؤولين التنفيذيين في محافظة التقنية وكافة محافظات أخرى على أرض الوزارة ومتابعة تسجيل كافة المشروعات وخاصة المتوسطة منذ فترة لقلة اعتمادات المالية. وأكد يعني قرن تصريحاته على أن الوصول البشري وقصص النجاح تأتي خلف العمال المصريين الذين يقومون بالعمل ليلا نهارا بسرعة إنجاز هذه المشروعات. على جانب اخر مع قصه النجاح اللي هناك قصه يعني صارت فيها رئيس مجلس الوزراء وهو احد الكبار الدائريه في محافظه التقنيه والذي يتبقى للفراغ من حوالي 3 أشهر، لكن معدلات العمل تسير بصوره بطيئه للغايه. شدة رئيس الوزراء على سرعه انتهاء من جدوله 80 وفق ما تم الاتفاق عليه ما بين محافظه التقنيه والحكومه المصريه مع الشركات المنفذه لهذا المشروع. وتستمر جولة رئيس الوزراء على اجتياز التفقد لاحد مصانع الغاز الطبيعي هنا في محافظه التقنيه ومدينه المنصوره، ثم التوجه الى ميت غمر. نعم. زياره عدد من المشروعات وافتتاح عدد من هذه المشروعات اللي كانت تفقد الاوضاع الصحيه في وحده قرب الاوضه ببشره، وكذلك عدد من المناطق الموجوده واستجابه لعدد من الشكاوى التي رفقها الاجهزه الرقابيه للدوله والتي اشار لها رئيس الوزراء في لقائه مع قيادات التنفيذيه في الامن. شكرا حماد العربي مفادنا لمحافظه الدقهليه، شكرا جزيلا. كان محلب قد عقد امس اجتماعا مع مسؤولي المياه والصرف الصحي بالمحافظه وشركات المقاولات بحضور وزراء الصحه والاسكان والري والزراعه ومحافظه الدقهليه للوقوف على الخدمات الجماهيريه وسبل تحسينها ايضا، بعد ان قام بزياره مفاجئه لقريه سهرجت بمركز ميدغمر ووجد بها اهمالا كبيرا. وخلال الاجتماع اكد محلب انه سيتم حل جميع مشكلات المياه في الدقهليه خلال عام وتوفير التمويل اللازم، كما اكد انه سيتم البدء في مشروعات كبرى بمحور تنميه منطقه قناه السويس وفي المدن الجديده والعاصمه الاداريه، ومشيرا الى ان ذلك يتطلب بذل مزيد من الجهد والعمل على مدار 24 ساعه يوميا على ورديات. حل مشاكل المواطنين، وبقول ان المسؤول الاول هو رئيس الوحده المحليه ورئيس القريه بالذات، وبيتواصل مع المحافظ، المفروض فاتح تواصل مع كل مراكزه، مع كل رؤساء المراكز ورؤساء المراكز بيتصلوا بيه، رؤساء القرى، هي حلقات، مش هينفع محافظ الشارع لوحده او رئيس مكتب، كله هيشتغل، واللي مش بيشتغل او انها رساله قويه نترك مكانه ولا ما نشتغلش، وكمان يتقال ليه رئيس القريه ما بيشتغلش.